عموما هذا من أين جئتم به؟ لا يزداد أحد في هذا الأمر إلا ازداد حبا ماذا؟ في النساء حب. وهكذا وهكذا. قال ولنقف برهة عند كلمة شنو؟ زين المتصلة بحب الشهوات، فكلمة زين التي تأتي من زينة لها معنى الزخرفة والحلية، وهي تنسحب هنا أيضا على المتع الجنسية، مما يجعل لهذه المتع خلفية جمالية. والقرآن الكريم يستخدم كلمة زينة في وصف النجوم والبنين والقناطير والزينة، ليست فالآية تضيف والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة فكل هذه من متاع الحياة الدنيا، ولكن النساء تحظى بالمرتبة الأولى كما يقول الرازي، فالمرأة تكمل الرجل والعكس أيضا ماذا؟ صحيحون. هذا نظام التكوين، هذا نظام الطبيعة، هذا نظام الخالق. تعالوا معنا حتى نختم هذا البحث بعدها مولانا في صفحة آخر الخاتمة، إذا ما عندكم وقت لا أقل اقرأوا الخاتمة أعزائي. الخاتمة هماتي أنا مو كثيرة، أنا عادة من يأتي الكتاب بيدي وما عندي وقت مباشرة أطالعه، لا أقل فقط أقرأ أعزائي المقدمة وأقرأ شنو؟ الخاتمة، فلا أقل صورة الكتاب تتقع في يدي بأنه في النتيجة هذا الإنسان ماذا يريد أن يقول. الخاتمة الجنس والإيمان في العالم العربي الإسلامي اليوم، من صفحة 321 إلى صفحة 346، يقول إن طرح مسألة الجنس في النهاية طرح لمسألة معنى الخلق، وبالتالي لمسألة معنى الله ومعنى الإنسان. ما هي العلاقة بين الله والإنسان؟ ها؟ إن الله خلق آدم على صورته. هذا الإنسان المخلوق على صورة الله، فمنين ينشأ مولانا؟ من علاقة بهيمية. شوفوا المفارقة. أجل مخلوق خلقه الله، لم يقل في القرآن ولا في مورد عندما خلق الأشياء قال آخر الأمر فتبارك الله أحسن. أنا شنو خلقت مولا؟ الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان إن صح التعبير من نظر إلى ما خلق قال عجيب، شنو اللي خلقت أنا؟ عد هذا نواته الأولى شنو؟ ها؟ من شهوة حيوانية. فالإنسان هو الكائن الوحيد القادر على إيجاد معنى لهذه الأسئلة. تدور في المحصلة النهائية كافة الموضوعات في الإسلام حول مسألة المعنى، معنى الله ومعنى الإنسان الذي يدرك في اتجاه الشهوة والإلهام الروحي، ويمكن استرداده إلى ذلك. جيد، هذا تمام الكلام أعزائي في هذا، بعد لا نطيل للأعزائي.